هي السعاية اللي تنقولوا حنا بهذا المصطلح المغربي ديالنا، هي حاجة شائعة من بكري فهمتي، ولكن في هذه الايامات ولات بزاف، لان بنادم ولا دايره حرفه ولات فيها نصب ولا في هذا وفي هذا، والله يهدي الناس وصافي. الظاهره ديال التسول بعدا في كازا كثيره بزاف، لاحظنا في الشوارع، لاحظنا في مناطق حدا ستوباس اللي هما افارقه اللي ولاو اكثر منا بزاف، يعني ما عرفناش كيفاش نحاربوا هذا التسول، زعما كاين واش منا حنا واش من كل اللي كيكون عنده قاعده ديال التسول كيبقى يدور يتسول، والحل هو بنادم تكون عنده القناعه بان بنادم داكشي اللي عنده يقضي به، بنادم باش نمشي نحط ندير عندي صحتي نمشي نخدم، باش ما عطى الله على الاقل ندير غارديان، ندير نيتواياج، ندير نضرب لي فيت، خلي نضرب الجاج، بزاف د الحوايج ما نعطيش يدي انا، الحمد لله عطاني الله صحتي، علاش غادي نمشي نطلب بنادم باش يعطيني درهم ولا جوج درهم ولا ثلاث درهم ما تقضي لي والو، اللهم نمشي نعرق عليها ونجيبها بالحلال باش ما عطى الله. دابا ولات مهنه، دابا كلشي ولا كيبكي وكيتباكى وهادي، دابا كنلاحظوا دابا بحال دابا السوريين، دابا سمعت مؤخرا يلا الصباح سمعت بان كيجيبوا كاين سيارات كيهزو السوريين كيفرقوهم على لي رون بوان باش يتسولوا وفي العشيه كيجمعوهم. انا كنظن كنبغي نعاون بنادم، ولكن كنقول بعض في الاقربين اولى فهمتيني، لان ما حد كتعطيهم وكيجمعوا ما عمرهم يمشيو من هنا، لانك طفت الخبز لقاه ولقاه بطريقه سهله ما غاديش يمشي يضرب تماره، والمغاربه هما اللي كياكلوا الدق. الراي ديالي في هذا الموضوع نجيك الصراحه، كاين اللي مسكين شي يتسول الا انه ما عندوش واصله فيه العظم ما كاينش لا يخدم عليه، وكاين اللي دايره مهنه وشي معروف، وانت راه النظر ديالك الا بغيتي تصدق شي حاجه غتعرف الناس لا تعطيها لهم، وانت ما الناس اللي ما غاديش تبقى اللي بصحته علاش غنعطيه. كاين بعض الناس اللي ولاو واخدينها كحرفه، ماشي مثلا كتلقاي محتاج، كتلقاي مثلا هو لاباس عليه يعني عنده باش يعيش، عنده كتلقاي مثلا احسن من الموظف، ولكن واخده كحرفه كيفاق الصباح تيقول لك انا غادي للخدمه، الخدمه هي التسول. والظاهره هذه كما قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، غدا يوم القيامه كيبعثهم الله سبحانه وتعالى ما عندهمش كما الوجه علاش يحشموا، كيبعثهم كهيكل لانهم واخدينها كحرفه، وواحد مسكين تيكون ما عندوش وكيدير شي عاهه في الجسم ديالو وكيتعرض لواحد ما عندوش يقول له مثلا صدقه تيبقى فيه كيعطيه وهو راه غنى منه. وانا كان هاد الناس هادو اللي دايرين هاد الظاهره هادي يرجعوا الله سبحانه وتعالى.